إذ أكد قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو في تسجيل صوتي أن قواته قامت بكل ما بوسعها للتوصل لحل سياسي، متهما الجيش بالانسحاب من المفاوضات. هذا ولفت إلى تأييده لكل مبادرة السلام التي توحد السودانيين حسب تعبيره. الجيش وبأوامر من قادة الحركة الإسلامية الإرهابية هو الذي سحب وفده من جدة عندما تبين لهم بأن المفاوضات يمكن أن تؤدي إلى اتفاق يعيد البلاد إلى مسار التحول الديمقراطي ويخرجنا نحن العسكريين من السياسة. لقد أكدنا من قبل ونقولها اليوم وغدا أننا نرحب بلا تردد بجميع المبادرات الإقليمية التي تهدف إلى تحقيق السلام الشامل واستعادة مسار الانتقال الديمقراطي في السودان. نتألم جدا لأوضاع مواطنينا الأعزاء الذين يعيشون ظروفا قاسية، وسنعمل ما بوسعنا على تخفيف معاناتهم والسعي الجاد لتحقيق تطلعاتهم في السلام والاستقرار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لهم بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية. وهنا نشدد على ضرورة فتح جميع الممرات الإنسانية لتوصيل المساعدات لمواطنينا. ومن بروكسل ينضم إلينا المحلل السياسي السوداني صدقي مطر لمناقشة هذه التطورات. سيد صدقي أهلا بك على شاشة الحدث وفي برنامج الأخبار الليلة، عيد مبارك. كنا نستمع لمقتطفات من هذه الكلمة لحميتي قائد قوات الدعم السريع، تحدث في الكثير من النقاط سياسيا وعسكريا. لنبدأ من الشق السياسي، حينما اتهم الجيش بأنه من رفض التفاوض، هل فعلا الجيش السوداني هو الجهة الوحيدة التي عطلت التفاوض؟ في البدء أستاذ سارة، التحية لك وعيد مبارك لك ولكل يعني العاملين بقناة الحدث، وعبركم أحيي كل السودانيين النازحين وأقول لهم عيد سعيد، إن شاء الله العيد القادم كلهم يعودون إلى ديارهم بكرامتهم، وتحياتي أيضا لقوات الشعب المسلحة التي تحافظ على سيادة البلاد. حقيقة ما لفت انتباهي في خطاب حميدتي قائد ميليشيات الدعم السريع اليوم، هناك بعض النقاط، ولكن سأعود لسؤال حضرتك أنه يعني هو الذي يقول أن الجيش السوداني هو من أوقف المفاوضات، ولكن إذا رجعنا إلى الخلف، الجيش السوداني في مفاوضات جدة ذهب لمرتين، وكانت آخر لقاء جمعهم في مفاوضات جدة، وكانت هنالك اتفاقية أن يخرجوا من بيوت الناس، يخرجوا من المناطق الحساسة والمناطق العسكرية، تجمعوا المناطق، وهذا تم الاتفاق عليه. لذلك ولكن قوات الدعم السريع الميليشيات نقضت هذا العهد ولم يعني تلتزم بهذا العهد، وهذا ما جعل الجيش يطالب بأن إن كانت هنالك فرصة أخرى للتفاوض يجب تنفيذ ما يتفق عليه أولا، ثم الحديث مرة أخرى فيما يجب الحديث عليه في بقية المفاوضات. ولكن ربما قوات الدعم السريع كذلك حصلت على مبرر من تصريحات الجيش السوداني. الجيش السوداني في الأخير هو من قال بأنه يرفض التفاوض، وعلى جثث عناصر الجيش سيجري هذا التفاوض. لم يكن تصريحا خاطئا متسرعا ربما؟ الجيش السوداني بعد تعنت قوات الدعم السريع ورفضها إلى الذهاب والتنفيذ وهجومها المتتالي على المواطنين وهجومها على مواقع الجيش، فهذه حرب. الجيش السوداني لم يجد بدلا من أن يرفض أي مفاوضات إن لم تكن على أساس مفاوضات جدة في الفترة السابقة، واللي هي المنطق يقول كذلك. إذا كانت هنالك مفاوضات بين أي جهات أو متحاربين وتم الاتفاق على بنود، يجب تنفيذ هذه البنود ثم الذهاب إلى البنود التي بعدها. ولكن هنالك الآن أول من الدعم السريع يلتف على تلك البنود وأن يطالبوا بمفاوضات أخرى، لأنهم من الصعب جدا عليهم أن يخرجوا من بيوت الناس، لأنهم يعلمون أنهم يعني لن يخرجوا يعني قوات، وحتى يعني حتى القوات أساسا هنالك كثير من الأحاديث هم يرفضون الخروج من بيوت الناس، وهذه حق للشعب السوداني كيف يجلسون فيه. نعم سيد صدقي، في سؤالي الأخير، حميدتي كان في حديثه عما جرى في ود النورة، وتذكر معي أكثر من 250 قتيلا، وصف ما جرى بالاشتباك العسكري، ما تعليقك على هذا التوصيف؟
أنا أفتكر ما كان عنده طريقة أخرى غير أن يقولوا أنه هذا هنالك يعني اشتباك عسكري، لأن كل الأمم المتحدة وأمريكا وكل دول العالم وكل الإثباتات أثبتت أنه الدعم الصريح هو من قام بالهجوم على الأبرياء في تلك المنطقة، ولذلك يحاول يلتف على 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 ما قامت به من تجاوزات قوات الدعم السريع المتمردة، أن يقلل من هذا الشيء. أنا كنت أتمنى أن يعني يعزي هؤلاء الأبرياء وأن يطالب قواته بوقف الهجوم على ود النور، والأمر ليس في ود النور، الأمر في كل مناطق الجزيرة، غور الجزيرة هي يعني هجوم. وهنالك حديث واضحة، ليس حديث من السودان وإنما حديث من المنظمات نعم. الدولية والدول العالمية، إن هنالك انتهاكات تجاوزت العرف الإنساني، وأن الذين قاموا بهذه نعم. الأشياء سيعاقبون، فهو يخاف من العقاب، لذلك يحاول أن استخدام هذه المصطلحات. شكرا جزيلا لك من بروكسل، كنت معنا المحلل السياسي السوداني صدقي مطر، شكرا.